سهرة منوعة اليوم على شاشة الام تي في، بتبدأ ببعض الأخبار بحلقة جديدة من اسألوا مرتي، برنامج الألعاب للكوبلز مع محمد قيس، وين بيكون عندهم فرصة أنه يربحوا سيارة بآخر الحلقة. ساعة 10 إلا 11 إلا ربع المساء الموعد مع حلقتين من أبرياء، ولكن المسلسل التشويق اللبناني والليلة بحلقة الليلة دور ضحية جديدة، رح بتكون مين هي هالضحية ومين عم بيكون القاتل، بعدنا عم نفتش بالتحقيقات. أيضا موسم رمضان 2015 ما رح يقل أبدا عن موسم 2014، من بعد 10 عبيد صغار ومن بعد لو مسلسل جديد، 24 إيراد من أضخم المسلسلات لهالموسم، بيضم نجوم كتار مثل سيرين عبد النور، عابد فهد، ماجي بوغصن، تقلى شمعون، باسم مغنية وغيرهم كتير من الممثلين والنجوم يلي بتحبوهم. أما ب 12 حزيران فالموعد مع أكبر حفل لتوزيع الجوائز تكريم بلبنان وبالعالم العربي، مهرجانات بيروت الدولية للتكريم أو بيعف. أكثر من 20 شخصية مبدعة ومتفوقة من كل أنحاء العالم رح بيتم تكريمها من عدة مجالات. هالحفل رح بيكون مباشرة من وجهة بيروت البحرية بزيتونة باي، ريد كاربت طبعا، احتفال مباشر رح بيكون مكرم كمان أو تحت اسم العملاقة الشحرورة صبح. أما هلأ فرح منتوقف مع سكتش صغير لما في مثله وانت بحلقتنا. مرحبا، بعرف فيك تقول لي اهلا، بعرف بدون اهلا اكيد مدام عزار مكتوب من فوق ما من هون. انا شايل عندي بدي اشتري تلفزيون، انا صوريك بس خلي ايدي ما كثير بحب اخذ واعطي، بدي اشتري تلفزيون من عندك، بعرف عندك تلفزيونات، بعرف مش بس تلفزيونات، كل شيء بدك تفهميني، بعرف انواع، انا بس قصدك بدي تلفزيون واحد، بدك تقولي لي شو نوعه وما شو نوعه ما بهمني النوع، وبدك تقولي شكله وحجمه ما بهمني، فلات سكرين ما فلات سكرين بعرف، انا جاي قصدك بدي فلات سكرين، والقياس عارف بدي اياه 51 انش، بدك تقولي لي كوري ياباني تايواني ما بهمني، انا لا محدد يعني، خلي دي ما توغزين ما بحب كثير اخذ وعطى، بدي 51 انش فلات سكرين، اعطيني السعر هلا بس قولي السعر ما بدي شيء ثاني، خلي دي ولك خلصت منك بقى، هلك تنام لك ساعة عم تحكي لحالك، إذا أنت خلقك ضيق أنا خلقي أضيق منك حبيبي، روح انقبر من هون، ما بدي بيعك ولا تلفزيون ولا شيء، وأنا خلقي أضيق من خلقك، فل من هون. أنا حبيتك. نعم؟ حبيتك. ولك عم بقول لك فل ما رح بيعك. بدك تبيعيني؟ خلقي ضيق. طب تعرف شو ما تبيعيني؟ أنا كثير انبسطت فيك، فيني أرجع أشوفك؟ قولي لي إيه. ما... إيه بس ما تحكي ولا كلمة بقى، اترك رقمك هون وفل واحكيني عشية، يلا فل من هون. هلا باخذ رقمي من فوق، بعلم لك حتى ما كثير أخذ وعطى. طربقت لي على قلبي فل، قلت لك. فالي. ولا كلمة. انغرمت فيكي. أعطيني بوسة. بعدك عم تحكي. يقبرني ربك. طبعا لكل المشاهدين اللي عبالهم يرجعوا يحضروا اي برنامج مرق على شاشتنا او اي فقره من ام تي في الايف مرقت على شاشتنا، اشياء ممكن تكون عايزه شويه رواق لحتى نقيد فيها كم شغله، ممكن يرجعوا يحضروا mtv.com.lb/replay، او حتى للاشخاص يلي بيحبوا انه يحضرونا وما عندهم تلفزيون قدامهم ممكن يتابعونا كمان لايف عبر mtv.com.lb. وبالمحطه الثالثه لو واتس اون ام تي في رح بعطيكم لمحه سريعه عن البرامج يلي بعدها مكمله على شاشتنا من مسلسلات او من برامج فنيه او من برامج كوميديه. طبعا الام تي في دائما شبكه برامجها منوعه لحتى ترضي أذواق الجميع. اما هلا فرح مننتقل على المطبخ مع ستيفاني وشفتوني اللي صاروا جاهزين لكوكينج.